مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. في هذه الحلقه سنتناول موضوعين. سيكون الموضوع الاول عن ازمه السكن في محافظه مارب، والتي اصبحت قبله للكثير من النازحين من مدنهم وقراهم بسبب حرب الميليشيا. وسنناقش في هذا الموضوع ارتفاع ايجارات المنازل ومعاناه المواطنين في عمليه البحث عن سكن يتناسب مع قدراتهم الماليه، وما دور السلطه المحليه في تسهيل ذلك. أما في المحور الثاني فسنناقش قرار دول التحالف العربي بإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية، وانعكاسات هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن وموقف الحكومة من هذا القرار. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم للمشاركة في موضوعي الحلقة، نشاهد التقرير الذي أعده الزميل خليل الطويل مراسلنا في مارب عن أزمة السكن هناك. تتوسع المدينة يوما بعد آخر، لتبدو مأرب مترامية الأطراف، غير أنها في الحقيقة تضيق من الداخل بالنسبة للنازحين، حيث يمثل الحصول على سكن بالمدينة حلما من الصعب تحقيقه نتيجة ارتفاعات جنونية في إيجارات السكن. تجد مثلا غرفتين صغيرتين من مطبخ وحمام بالكاد يعني تكفي لأربعة أفراد من العائلة، وإيجارها من 70 إلى 100 ألف. أيضا ظاهرة نقل القدم الآن من 300 ألف إلى 400 إلى 500 ألف، هذه ظاهرة جديدة. المدينة التي كانت معدة ل 300 ألف شخص وذات بنية تحتية متواضعة، جعلت منها التحولات الأخيرة ما يشبه عاصمة عسكرية لقوات شرعية، فضلا عن تحولها إلى مركز حضري واقتصادي ضعف من هذه الارتفاعات، لتجد السلطات المحلية نفسها عاجزة عن وضع حد لها. هذه قضية هي تؤرقنا، لكن يجب أن نضع النقاط على الحروف. 38 ألف سكان اليوم، العدد المهول الذي ذكرته لكم 2,750,000 نسمة كل يوم. العدد لا زال بسبب الميليشيات الإنقلابية التي تفرضها لا زالت مثل الرمال المتحركة، ظل الأعداد لا زالت تتوافد من النازحين. وأيضا يعني عدم التزام بعض النازحين بالشروط القانونية أو مرجعيهم مباشرة يتم العقد دون الرجوع إلى السلطة المحلية. إذن بالنظر إلى ما يعيشه الناس هنا من معاناة متفاقمة ليس بسبب ارتفاع الإيجار فحسب، وإنما لاشتراطات المؤجرين، من بينها دفع 3 أشهر قادمة كحد أدنى، فارتفاع الطلب وندرة المساكن وكثرة النازحين ثلاثية عقدت من الوضع كثيرا بالنسبة للسكان والنازحين على السواء. تابعنا هذا التقرير وهو يلخص الصورة الحاصل الآن في مارب فيما يخص أزمة السكن والارتفاع في أسعارها بشكل مبالغ ربما، لكن أحد المسؤولين ظهر معنا في التقرير ويتحدث عن 2,700,000 مواطن يقطن محافظة مارب الآن. لدينا اتصال. الأخ أيمن، أهلا بك أيمن. حياكم الله أخي سامي. أيمن، المواطنون والوافدون في محافظة مارب كيف يواجهون أزمة السكن؟ بالنسبة لأزمة السكن أخي سامي، أولا أشكر قناة بلقيس على تسليط هذا الموضوع المهم الذي أصبح يؤرق المواطنين المتوافدون هنا إلى عاصمة إقليم سبا محافظة مأرب. من الأسباب المنتشرة والظاهرة والمؤدية إلى غلاء البيوت والمنازل هنا في محافظة مأرب يعود لسببين رئيسيين. أحد الأسباب الرئيسية هو توافد المواطنين من أغلب المحافظات والمناطق اليمنية إلى هذه المحافظة التي تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية على حد سواء. الأمر الثاني هو الجشع المنتشر والمتفدي من قبل أصحاب البيوت الذين يطلبون أضعاف المبالغ المالية من قبل الإخوة النازحين المتوافدون إلى عاصمة المحافظة إقليم سبا. طيب برأيك ما الحلول؟ الحلول من وجهة نظري من قبل السلطة المحلية أن تشد وتضرب بيد من حديد على أصحاب البيوت والمؤجرين الذين يستغلون الهفوة الموجودة ما بين السلطة المحلية وعدم الرقابة اللائقة للإخوة أصحاب المنازل والبيوت في المحافظة. شكرا جزيلا لك أيمن. اتصال آخر. عدنان، أهلا بك أخ عدنان. حياك الله أخي سامي. تعليقك ومشاركتك في الموضوع. شكرا لقناة بلقيس على الالتفات إلى هذه المعاناة التي يعانيها النازحون على رأس القائمة في مدينة مارب. معضلة السكن هي من أكبر المعضلات التي يواجهها النازحون،
خاصة مع ازديادهم مع مرور الوقت مع مرور الأيام يزداد النازحون. هناك نقص كبير في عدد المساكن بحكم المدينة أنها كانت نائية ولم تحظى باهتمام النظام السابق، لم يكن هناك الحجم الكبير، يعني لم تكن المدينة بالحجم الكبير التي يستقبل هذا العدد الهائل كما ذكره وكيل المحافظ قبل قليل بأن العدد كبير جدا لا تتحمله المحافظة. هذه من المعضلات الكبيرة، إضافة إلى أن جشع المؤجرين هناك، لا يوجد قانون يضبط هذه المسألة. المؤجرون كلا يسعر كما يريد، لا 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 سلطة تضبط هذه الفوضى كما يقولون. أيضا استمرار النزوح من المحافظات بسبب جرائم الميليشيات هو يؤدي إلى تفاقم المشكلة. شكرا جزيلا لك أخ عدنان. الأخ محمد، أهلا بك محمد. أهلا حياك الله. تعليقكم مشاركتك في هذا الموضوع، وأنت من محافظة مأرب، لو تحدثنا أيضا عن حجم أزمة السكن في مأرب. أعتقد المشكلة بالترتيب هي بين غياب الرقابة وتهور المستأجر الميسور وكذلك جشع الملاك. الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات التي وصلت من يعني وصلت إلى حوالي 100,000 إلى من 100,000 إلى 400,000 ويعني أقلها 70,000، هذه يعني أرقت وجعلت من المشكلة تتسع، اتسعت المشكلة حتى أن أثرت على كل المواطنين الذين ينزحون دائما يعني ومستمرين بشكل مستمر حتى يعني كل يوم، لا زالت إلى اليوم. أعتقد تصل الأسر الهاربة أو النازحة إلى محافظة مأرب. هذه المشكلة يعني أعتقد أن سببها الأول هو غياب الرقابة. الرقابة من السلطة المحلية يجب أن تتوفر، كان يجب عليهم يعني أن تتوفر بشكل أوسع بشكل أكبر، وأن يبدأ أن يعني يتتبعوا المشكلة من أولها، ليس أن يظل يعني السلطة المحلية تظل إلى اليوم وتبحث عن حل، حيث قد فات الأوان عليها أن تبحث عن حل في هذا اليوم، حيث أصبح الناس يعني صحيح أن المستأجر المتهور يعني لا يستطيع دفع، البعض يستطيع دفع هذه المبالغ الكبيرة، بينما معظم المواطنين أو معظم الأسر النازحة لا تستطيع دفعها، ما أدى إلى يعني انتشارها في المناطق المفتوحة بعيدا عن السكن أو السكن بخيام يعني لا تقيهم حر الشمس ولا البرد، بل تقيهم إهانات الملاك وكذلك تهديدهم بالطرد أو الضغط عليهم بدفع إيجارات هم لا يستطيعون دفعها، أو أنهم ليس لديهم القدرة على دفعها، وكذلك ليس لديهم دخل بهذا المحدود بهذا الحد الذي يصل إلى حوالي يعني أقل بيت تحصله ب 85,000 ب 90,000 إلى 100,000 هذه الشقق الصغيرة، بينما يعني عشرات بل مئات الأسر باتت تسكن في خيام في المناطق المفتوحة. أعتقد في قصة لأحد المواطنين قبل حوالي شهر من افتتاح العام الدراسي الحالي، غادر إحدى المدارس وهي مدرسة بنات، غادرها بسبب افتتاح العام الدراسي الجديد، غادر إلى خارج سور المدرسة. أين يذهب بخمسة أو ستة أطفال من أسرته؟ ذهب بهم إلى خيمة خارج، وأتى صاحب الأرض يطالبه بإيجار أرض مفتوحة ليس فيها لا بناء ولا فيها أي شيء، يطالبه بمبلغ مالي أو بإيجار أرض مفتوحة. وهكذا الكثير اتسعت حول محافظة مأرب، الكثير جدا بات يطالب بإيجار ليس مبنى، ليس بيت، ليست غرفة، ليست شقة، يطالب بإيجار أرض مفتوحة، إيجار مكان خيمة لأسرة هذه الأسرة المشردة التي جاءت مشردة أصلا من المحافظة اللي سيطر عليها الحوثيين. أصبحت المشكلة أعظم مما يعني يفكر به البسيط. أصبحت المشكلة هذه المشكلة ارتفاع الإيجارات ولدت مشاكل كثيرة، مشاكل عدة
يعني منها مثلا فتح شهية اللي يسموهم يعني سماسرة يجروا حتى بين المالك بين مالك الشقق والمستأجر أو الأسرة النازحة، فتحت هذه شهية ناس كثر وقد وقع في مصيدتهم الكثير من الأسر حتى أنهم يعني يقذبون عليهم بطرق معينة حتى ويأخذون أموال منهم وفي الأخير لا يحصل على شقة، لأنه أعتقد الآن أصبحت محافظة مأرب خالية تماما من السكن والمنازل من السكن الشقق والمنازل الشاغرة للسكن، أصبحت خالية تماما. ما أدت هذه أيضا المشكلة إلى ولدت مشكلة أخرى، وهي أن فتحت شهية المسؤولين أو الجهات المعينة أو الشخصيات القادرة على البناء إلى بناء منازل ورفع رفع رفع الإيجار المتوقع، ونحن نعرف من أين يأتي مثلا المسؤول ببناء بيت دور كبير مثلا بأربعة خمسة دور لكي فتحت هذه شهيته ارتفاع الإيجارات. كذلك هناك ولدت هذه القضية إشكاليات متعددة أرقت المواطن الذي جاء هاربا فارا من جحيم ميليشيات الحوثية التي تلاحق كل المواطنين أو تلاحق تعتقد أنهم يعني ضدها أو أنهم يعملون ضدها. معظم المواطنين في محافظة مأرب أعتقد أنهم ملتحقون مثلا 90% أو أكثر ملتحقون في الجيش الوطني. هذه الجيش الوطني لا يصرف مرتبات، يعرف الجميع أنه لا يصرف مرتبات شهرية أو أنه لا يحصل على مرتب شهري أو مقابل، ما يؤدي إلى محمد. عمل آخر قد ربما يبحث عنه الجندي أو المستأجر. شكرا جزيلا لك محمد من مأرب، أشكرك على الصورة التي وضعتنا أمامها فيما يخص أزمة السكن في محافظة مأرب. عن نفس الموضوع أيضا طرحنا السؤال من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وصلتنا بعض المشاركات والتعليقات نقرأها معكم. الأخ علي التام يقول الطلب أضعاف العرض، الجماعة اللي يدفعوا كاش مقدم 10 شهور سنة ما فيش مشكلة، الجيب دافع عندهم. أحد أبرز وأهم الأسباب في ظل غياب قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيكون دور أجهزة السلطة ضعيف، لا يجد ما يستند إليه، قد ربما اقتصر دور السلطة المحلية في تشكيل لجان تشبه إلى حد ما المفارعة بين متشاغبين. الأخ عبد الرؤوف يقول بسبب بسيط مدينة مأرب كان يقطنها بعض آلاف فجأة أصبح فيها ملايين. صحيح. مشاركة أخرى. الأخ رفيق يقول عدم سن القوانين الصارمة من قبل السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب العقارات والمؤجرين، هذا من ناحية. من جهة أخرى توافد المواطنين من أغلب المحافظات والمناطق إلى مأرب التي تنعم بالأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل كبيرة كما يتصورون، الأمر الذي تسبب في تفاقم هذه المشكلة دون النظر إلى معاناة الكثير من الوافدين إلى المدينة مع أسرهم الذين أصبحوا يلتحفون المخيمات المنتشرة على مداخل ومخارج المدينة نتيجة عدم قدرتهم على استئجار البيوت التي خيم الجشع على مالكها. الأخ محمد يقول شكلت السلطة المحلية لجنة خاصة تقوم بضبط المخالفين في زيادة سعر الإيجار أكثر من 20% من عقود إيجار 2014، بينما عدد البيوت في مأرب قليلة جدا والمحافظة ليست مؤهلة لاستقبال أكثر من 2.5 مليون نازح في مأرب. الأخ نبيل يقول زيادة الإقبال على الطلب طبيعي يرتفع الأسعار في ظل غياب قانون الإيجارات التي ينص على نسبة معينة في الزيادات. أمة الله تقول التدفق السكاني المهول فاق قدرة استيعاب المحافظة، أضف إلى ذلك ضعف أداء السلطة المحلية في إيجاد حلول وضوابط لأسعار العقارات، فالسلطة المحلية حتى الآن هي من أسباب المشكلة. طيب عبر الهاتف ينضم إلينا من محافظة مأرب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية الأستاذ عبد الله الباكري. أهلا بك أستاذ عبد الله. يا مرحبا. عتب كبير على السلطة المحلية في هذه الأزمة، أنتم في السلطة المحلية كيف تتعاملون مع هذه الأزمة وهل أنتم قادرون على فعل شيء للتخفيف من معاناة الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بقناة بلقيس وتلمسها هموم المواطنين والنزول الميداني وهذا يسرنا كثيرا. طبعا نحن في جهة السلطة المحلية العام الماضي بالضبط في شهر 11
هناك لجنه تشكلت من الاخ المحافظ اللواء سلطان العلاده برئاسه الوكيل الاداري، وتم استدعاء اصحاب العقارات، وخلال 3 أيام تم النقاش حتى وصلنا الى قرار برفع الايجار 25%، وتم في حينه الزام اصحاب العقارات. لكن للاسف الشديد انه هناك سببين، طبعا في ازدياد مضطرد لاعداد الوافدين والنازحين من الاخوه في المحافظات كل يوم وعلى مدى الشهر، وازدياد كبير جدا، حتى وصلنا الى 2 مليون واكثر. الحقيقه انه نحن مكاتبنا مفتوحه ولم نتسلم اي شكاوى حتى الان. كان في وقتها اجتمعنا في السلطه رئاسه السلطه المحليه وقررنا زياده 25% والزمنا المؤجرين بذلك، وتم السيطره في هذا المجال. انما احنا الذي نريد نطلب من الاخوه المؤجرين والمستاجرين ايضا عندما يوصل هناك خلاف او جشع من قبل المؤجرين ان يكون هناك يتقدموا المستاجرين بشكوى، ونحن على استعداد تام لمناقشه هذا مع الاخوه المؤجرين. طيب في جشع. طيب دعنا نفترض انه وصل الى مكتبكم احد المواطنين يشكو من ارتفاع سعر من ايجار المنزل، ما الذي يمكنكم فعله؟ يعني ما هي ادواتكم لضبط الموضوع؟ احنا سنستدعي الطرفين، طرف القضيه المؤجر والمستاجر، ولا ضر ولا ضرر. انا اشوف الايجار طبعا ونقيمه وفقا طبعا 25% هذه لابد منها زياده. 25% على اسعار الذي مستاجرين الى الان في 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 شبابهم وفي في المنازل الذي هم فيها لا زالت الاجاره فيها كما هي، الا الرفع كان 25%. الجدد للاسف الشديد تسرع الاخوه المستاجرين وجشع المؤجرين، يعني هو ياتي وخاصه الميسورين منهم ياتي لعند صاحب العقار يقول له يعني ما يراجله حتى ولا يكلم نهائي، يقول له 100 قال خلاص انا موافق. طبعا في ازمه سكن لا ننكر هذا بسبب الزياده المضطرده في اعداد النازحين يوميا. انما طيب نحن على استعداد زياده السلطه المحليه ان نتعاون في هذا الجانب ومكاتبنا مفتوحه. طيب تكلمت العام الماضي بعد ما يعني تم اقرار الزياده يمكن حاله او حالتين وحليناها في وقتها. طيب لماذا تظل تنتظر في مكاتبكم شكوى المواطن؟ لماذا السلطه المحليه لا تعمل على اصدار قانون ينظم العلاقه بين المؤجر والمستاجر؟ والله يا اخي احنا حقيقه جزء من الجمهوريه ولازمنا نتعامل بالقانون القديم، والقانون الجديد بحاجه الى تشريع، ومجلس النواب معطل كما تعرفون. انما احنا وضعنا ضوابط بان لا يتجاوز 25%، هذا اجتهاد مننا. طيب هذا خمسة محافظة مارب. طيب لو توضح هذه النقطة سيادة الوكيل، لو توضح هذه النقطة فيما يتعلق 25% تقصد من أسعار عام 2014، يعني هل هناك مثلا تسعيرة معينة للشقق؟ نعم. الغرفتين الثلاث الأساس هي قبل الزيادة 2014 25% عن ما هو متفق عليه من إيجارات في عام 2014. طيب كيف ستحدد سعر شقة بنيت مثلا في العام 2016 مثلا؟ المماثلة عندنا عروض، عندنا عقود الإيجارات موجودة، احنا جمعنا من مكاتب العقارات في داخل المدينة وعندنا نماذج من هذه. طيب الآن هناك ظاهرة شهدتها مارب ما يعرف بنقل القدم، ربما كانت هذه الظاهرة موجودة ومعروفة في المدن الرئيسية داخل اليمن وفي الشوارع التجارية الرئيسية عندما نقل القدم من محل إلى محل تجاري، الآن في الشقق هذه الظاهرة موجودة داخل مارب، ما تعليقكم على هذه النقطة؟ والله يا أخي احنا لم نسمع بهذه، وطبعا أيضا إلى جانب اشتراط أصحاب البيوت دفع 3 أشهر إيجار مقدم. احنا ما في احد يعني لم نسمع بهذا، لكن انا اقول لك في ظل الجشع القائم يحصل هذا. انت معي؟ اسمعك سيد الوكيل. ايوه.
لكن انه اتوا الينا اشخاص من الناس كثير من الناس يقولوا انه في طالبوه بنقل قدم او شيء لم يتم ذلك. طيب الان شكرا جزيلا لك عبد الله الباكر وكيل محافظه مارب للشؤون الاداريه على هذه المشاركه معنا. اتصال. طيب نذهب الى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال المحور الثاني في هذه الحلقه والذي سنناقش في انعكاسات اغلاق المنافذ البريه والبحريه والجويه على المواطن. الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. من جديد أهلا بكم، وصلنا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة والذي سنناقش فيه انعكاسات إغلاق المنافذ على أسعار المواد الغذائية وعودة تجار السوق السوداء إلى ممارسة أعمالهم. نذكركم بإمكانية المشاركة والتعليق معنا من خلال رقم الظاهرة أسفل الشاشة. لدينا اتصال أخ إبراهيم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ إبراهيم، تعليقك ومشاركتك في قرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية من قبل التحالف العربي، كيف تنظر إلى انعكاسات هذا القرار على المواطن؟ أولا والله يعني صعب جدا جدا على الموضوع، لأن إغلاق المنافذ هو يعني الموت البطيء من ناحية يعني أسعار المواد الغذائية، المسافرين المغتربين زي المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية. مثلا عندك اللي يسافر من اليمن وعنده عائلة يصل المنفذ لا فندق لا سكن لا ولا أي شيء، وأول ما يصل هناك يرتمي وسط الصحراء، ما في أي اهتمام، ما في أي من ناحية الحكومة حتى الشرعية اليمنية ما في أي اهتمام. يعني أنت كيف تنظر لقرار لموقف الحكومة من هذا القرار أيضا؟ والله أنا أتمنى من الحكومة الشرعية والأخوة بالتحالف يعني النظر إلى الموضوع بجدية، لأنه أول شيء إحنا منفذ وسط الصحراء، لا مدينة ولا مسكن ولا أي شيء. فهذا الشيء هو أكبر قرار اتخذه التحالف خطأ. طيب رسالتك للتحالف؟ أتمنى من الأخوة بالتحالف وقيادة التحالف ورئاسة عبد الرب منصور هادي إلى العمل على جدية فتح المنافذ، لأن المنفذ ما عاد باقي عند الشعب إلا المنفذ، بالذات المغتربين المسافرين. طيب شكرا جزيلا لك أخ إبراهيم من السعودية. اتصال الأخت ميثاق من لبنان، أهلا بك ميثاق. أهلا وسهلا أستاذ سامي. كيف تنظر لقرار إغلاق المنافذ وانعكاساته على حياة المواطن؟ والله هذا القرار كان صدمة اليمنيين، يعني أضاف للصدمة السابقة التي تفاقمت من معاناة اليمنيين. يعني الشعب اليمني يعيش أزمة إنسانية واقتصادية وصحية منذ 3 أعوام من فرض التحالف العربي حصاري على اليمن. الموضوع أنه كان بالأقدر لدول التحالف أن تأخذ بالاعتبار أن هناك ملايين من اليمنيين ليسوا بحاجة للمزيد من المعاناة الإنسانية، ليسوا بحاجة للمزيد من المعاناة الصحية، ليسوا بحاجة أيضا للمزيد من
على الخناق المفروض على البلد. هناك أيضا لا ننسى بالأزمة الإنسانية التي تعاني منها محافظة الحديدة غرب البلاد، الكوليرا الذي انتشرت والذي حفظت أرواح الملايين من اليمنيين، نقص في الأدوية، نقص في المستلزمات الطبية، وخصوصا مرضى الفشل الكلوي الذين أيضا قضوا نحبهم نتيجة لعدم وجود الأدوية الخاصة بهذا المرض، وأيضا إيقاف المعدات الطبية نتيجة لعدم وجود المشتقات النفطية. هذه الأزمة التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين نتيجة لإغلاق هذه المنافذ الذي كما سبق وتحدثنا أنها أزمة تزيد من المعاناة اليمنية. طيب الآن هناك إعادة فتح لمنفذ الوديعة وأيضا ميناء عدن، إلى أي حد هذه الخطوات ربما تخفف من هذه المعاناة؟ نعم، قبل أن نتحدث عن إعادة فتح منفذ الوديعة وأيضا مطار عدن، كان هناك يعني لازم على دول التحالف أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك لربما كان يعني أن يكون الحصار على مطار الحديدة بحكم تلك النقاط التي تحدثت عنها دول التحالف، إنما أن يكون هناك أيضا إضافة للأزمة ب يعني مطار عدن أو أيضا منفذ الوديعة، هناك أيضا حكومة هذه يعني هي قد تكون قادرة على إيجاد حلول لهذه الأماكن والمنافذ التي تقع تحت سيطرتها، إنما أن يقرر التحالف العربي بفرغ هذا الحصار الكبير للشعب اليمني، الشعب اليمني ليس بقدرته التحمل أكثر فأكثر يعني دقات المعاناة الإنسانية، نقص الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على مدى 3 أعوام. نحن هنا كيمنيين في الداخل وأيضا كيمنيين في الخارج ندعو جميع المنظمات الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يراعي ما يحصل في اليمن من معاناة إنسانية، من وضع إنساني وصحي واقتصادي صعب. ندعو الجميع للالتفاف حول ما تعيشه هذه البلد من حرب منسية إذا صح التعبير، فعلا حرب اليمن هي حرب منسية، الوضع الإنساني فيها والاقتصادي والصحي أيضا صار من أولو من سنويات ومن الهوامش التي يتحدث عنها المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك ميثاق من بيروت. لدينا اتصال الزميل الصحفي نبيل الشرعبي من صنعاء. أهلا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ نبيل الشرعبي من صنعاء. اتصال آخر. طيب إذا كانت هناك مشاركات وتعليقات في الفيسبوك حول هذا المحور الثاني بإمكان استعراضها، والموضوع هو عن انعكاسات قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن وانعكاساته على حياة المواطنين، وأيضا تبعات ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية ورواج مرة أخرى السوق السوداء واستفادة تجار الحرب من هذه الأزمة. مرة أخرى ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء الزميل الصحفي نبيل الشرعبي. أهلا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل أستاذ نبيل نعم أستاذ نبيل أستاذ نبيل كانعكاس لقرار إغلاق المنافذ داخل العاصمة صنعاء، هل لاحظت ارتفاع في أسعار المواد الغذائية؟ وبشكل عام كيف تنظر لانعكاسات هذا القرار؟ إغلاق المنافذ هو من يعتبر كإجراء وقائي من قبل التحالف من أجل عدم تهريب الأسلحة وكما تم تداول، لكن في الأصل هو أضاف إلى أزمة أخرى. الحركة التي في صنعاء يعني شبه مشلولة، غالبية محطات البترول أو محطات الوقود والمشتقات النفطية الغاز مغلقة، الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا، ذهول لدى الناس من انعدام المواد الغذائية والسلع الغذائية بشكل كلي. هذه كلها هي اتفاقا من الأزمة الإنسانية الحاصلة التي كانت قد نشأت قبل فترة وقبل سنوات، يعني تضيف ليست جديدة بشكل كلي ولكنها إضافة إلى مفاقمة الأزمة. فالكل الآن مركز
على إغلاق المناشد وغير مركزة أيضا على الجانب الآخر واللي فقر الغذاء أو انعدام الغذاء. نحن دائما نحذر من فقر الغذاء، وكنا أشرنا في حلقات سابقة أو في اتصالات سابقة بأن اليمن على طريق فقدان كل ما لديها من الغذاء، وأن ستصبح خلال الشهور الأولى في فقر الغذاء عالميا، وهذا ما أكدته الأمم المتحدة قبل أيام. هنا تكمن المشكلة، الكل يصيح من وجود أزمة إنسانية وكارثة إنسانية، لكن كحلول لم يتم طرح حلول لمعالجة هذه المشكلة. أنا أتمنى كوجهة نظر شخصية لا ألزم بها أي شخص آخر أو طرف، أن يتم التنسيق ما بين طرف أو جهازين، جهاز يكون مهم من قبل صعوبة الأمر الواقع في صنعاء ومن قبل الشرعية، لتشكيل لجنة محايدة أو لجنة اقتصاد محايد تتولى عملية استيراد السلع، أيضا ما كان عملية تحريك السوق بشكل كلي، دراسة فعلية لاحتياجات السوق والمتطلبات، المواد الأساسية، مشتقات نفطية بعيدا عن المواد الاستهلاكية، أي أقصد هنا بأنه إيقاف المواد الكماليات لا جدوى من استيرادها لأنها تستنزف العملات الأجنبية بشكل كبير جدا، وهذا يفاقم الأزمة الإنسانية. الكل يذهب إلى إغلاق المنافذ، وجود كارثة والحرب التي جاية من الداخل والحرب التي جاية من الخارج، ولم يطرح حلول أو معالجة هذه المشكلة. كان نشأ قبل فترة ما يسمى لجنة تحرير الاقتصاد اليمني، لكنها لم تكن بالمفهوم الكلي لجنة محايدة، كانت تتبع طرف واحد، وكنا انتقدنا هذه اللجنة، قلنا يجب أن تكون هذه اللجنة محايدة بالمفهوم الكلي، ويجب أن تشكل من كافة الأطراف الداخلية والخارجية، ليكون الإشراف إنها فعلي وتؤدي نتائج حقيقية، ولا تخدم طرف واحد بحد ذاته. أما من الحلول التي أود أن أطرحها كما أشرت سلفا هو تشكيل لجنة من الطرفين لدرس احتياجات السوق من المواد والسلع الغذائية الرئيسية، ومن ثم إلزام الطرفين بتوفير هذه السلع بسعر محدد أيضا مع الاتفاق على نسبة من الضرائب والجمارك، توزع هذه النسبة من الضرائب والجمارك عوائدها لتسديد رواتب الموظفين للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تتفاقم كل يوم أكثر فأكثر. طيب هل تعتقد أستاذ نبيل أن المسؤولين وهذه الأطراف المعنية التي تريدهم أن يشكل لجنة، هل هم حريصين على المواطن البسيط؟ هم ربما كما يرى البعض والكثيرين ربما يريدون أن يتكسبوا أكثر ويستفيدوا من هذه الحرب. والله يا عزيزي ربما يكون هناك تسلق في الآراء، لكن إذا وجدت من هناك مبادرات جدية فعلية بعيدا عن المنظمات الخارجية التي أصبحت تتخذ من الوضع اليمني ومن الوضع الكارثي في اليمن عمليات المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني. نحن نظرنا الآن كم من المساعدات والمعونات والمنح التي تقدمت لليمن سواء كانت نقدية أو عينية لم يستفيد منها أي شيء، وكأنها لم تدخل اليمن أي سلعة. تخيل يا عزيزي بس فقط ما يسمى علاجات الكوليرا، يعني ما يقارب 280 طن هذه دخلت اليمن وتم الإعلان عنها، أين ذهبت هذه 280 طن؟ لو كان مهم دول بدل هذه 180 طن مواد غذائية قمح دقيق وزيوت لكانت فعلت شيء كبير جدا، لكن تقوم مثل ما هي بشيء وتم الاتجار بها. أيضا يتخذ من هذه المساعدات والمعونات غطاء لتغسيل مواد أخرى وأسلحة وما شابه. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل الشرعبي، كنت معنا من صنعاء الصحفي الاقتصادي. انضم إلينا أيضا الأستاذ محمد المكرمي رئيس مركز سكوب للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، تأثيرات هذا القرار فيما يخص إغلاق المنافذ على عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية؟ حقيقة كما علمتم على الجميع بأن هناك استثناء للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وهناك موانئ مفتوحة، ميناء عدن مفتوح، والمنفذ عن طريق الوداع أيضا مفتوح لدخول المساعدات الإغاثية. المساعدات الإغاثية والإنسانية لم تتوقف ولا يوجد أي أثر على هذا. هناك موانئ رئيسية يعتبر ميناء الحديدة، ميناء عدن ميناء رئيسي ومؤهل لاستقبال أي مساعدات إغاثية. كان هناك كل الموانئ مفتوحة وكان مطار صنعاء مفتوح، لكن للأسف الشديد هناك من استغل فتح هذه المنافذ لتهريب أسلحة، وهذا أثر سلبا على الوضع الإنساني. لكن حاليا القرار كان هو لمنع دخول الأسلحة، ووجدت منافذ لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وهي مفتوحة. الجهات التي ترغب بإدخال المساعدات الطريق مفتوح،
ومنذ زمن ولم يتوقف ولم يتوقف بإذن الله عز وجل، لأن التحرك جاءت لمساعدة اليمنيين ولم تأتي لحصار اليمنيين. طيب أستاذ محمد، ما رأيك بتصريحات المؤسسات الدولية المعنية بالجانب الإغاثي والإنساني؟ هناك تحذيرات من قبلهم يطلقوها فيما يخص وقوع وحدوث مجاعة وشيكة بسبب أزمة الإغلاق المنافذ والمعابر. حقيقة المنظمات الإنسانية نود أن تكون بحق قراراتها، نقدر كل التخوف من كل المنظمات الإنسانية على الوضع الإنساني في اليمن، ونقدر عاليا جهود هذه المنظمات العاملة في الميدان منذ بداية الحرب ومن قبل الحرب. لكن هناك بعض المنظمات تتعاطى مع أجندة سياسية وتقوم بتضخيم الوضع والمبالغة في كارثة الوضع من أجل الاستغلالات السياسية أو الابتزاز السياسي، وهذا أمر مؤسف أن يقتحم العمل السياسي العمل الإنساني. كما أشرنا، المنافذ المفتوحة والمنظمات الدولية لديها مكاتب في عدن الآن، يفترض أن تقوم بإدخال المساعدات عن طريق عدن، وطالما الحكومة الشرعية طلبت منذ فترة بأن تنتقل هذه المكاتب من صنعاء إلى عدن بفتح مكاتب في العاصمة المؤقتة عدن واستخدمها مركزا إغاثيا لليمن. حتى هذه اللحظة نحن نتابع الأعمال الإغاثية تدخل بسلاسة، والموانئ وميناء عدن مفتوح. نقدر عاليا كما قلت تخوف المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية بشكل عام على الوضع الإنساني. الوضع الإنساني في اليمن كارثي فعلا، لكن هناك جهود مبذولة من مركز الملك سلمان ومن المنظمات الدولية من أجل إدخال المساعدات، وإن توقف بإذن الله. وآخرها كان المؤتمر الذي أقامه مركز الملك سلمان قبل أسبوعين هنا في الرياض، جمع فيه كافة المنظمات الدولية والمحلية لمناقشة آلية إدخال المساعدات الإنسانية والصعوبات، وتم الخروج بعدم التوصية في إنشاء مراكز إغاثية في مصدر المحافظات اليمنية، وهناك العديد من التسهيلات ستكون في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل من أجل هذا الغرض. شكرا جزيلا لك محمد المقرمي، رئيس مركز إسكوب للعمل الإنساني وللدراسات والإعلام الإغاثي والإنسان. شكرا لك. في ختام هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج زميل عمر النهيمي. في أمان الله.